ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض اللي احنا ابتديناه المره اللي فاتت في الفود توكسيسيتي. ويمكن احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على الميكروبيال فود كونتامينيشن، واتكلمنا مع بعض على التوكسيسيتي اللي ممكن تحصل من الحاجات الناتشرال، اتكلمنا على الانيمال ليفر، اتكلمنا على المارين توكسينز، اتكلمنا على البلانت توكسينز، واتكلمنا كمان على النون ايديبل مشروم. النهاردة بإذن الله هنكمل كلامنا، وأول حاجة هنبتدي نتكلم عليها يا شباب التوكسيسيتي أو التوكسيكانت اللي ممكن تتكون أثناء الكوكينج بتاع الأكل، أثناء حاجة اسمها الفود بروسيسنج. يبقى مهم جدا النهاردة هنتكلم عن إيه التوكسيسيتي اللي ممكن تحصل أثناء ما أنا بطبخ الأكل بتاعي أو أثناء ما أنا بعمل له بروسيسنج. خلاص؟ طيب إيه أول حاجة هنتكلم مع بعض عليها؟ مواد بيسموها بولي سايكليك اروماتيك هيدروكربون. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها يا شباب مواد بتتكون اثناء عمليه الطبخ، بولي اروماتيك او بولي سايكليك اروماتيك هيدروكربون. المواد دي يا شباب ممكن بعض الكتب يسموها هيتيرو سايكليك كومباوندز، خلاص، اللي هي المواد اللي بتتكون اثناء عمليه الطبخ، خاصه لما يبقى عندك الاكل بتاعك فيه كربوهيدرات، وهذه الكربوهيدرات تعرضها لدرجه حراره عاليه جدا جدا جدا، فبعض الكتب يقولوا فوق ال 300 درجه، فوق ال 400 درجه، بتتكون المواد دي اللي هي اسمها ايه؟ البولي سايكليك اروماتيك هيدروكربونز. المواد دي اللي هي بتبقى الحته اللي اتحرقت من تحت. لو انت بتجيب الرز بتاعك وبتسخن الرز بتاعك جدا 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 جدا، الحته اللي تحت اللي اتحرقت تلاقي فيها بولي اروماتيك هيدروكربون. نفس الكلام بالظبط في المكرونه والكلام ده كله. المواد دي يا شباب اعرفوا انها كارسينوجينيك بشكل كبير جدا جدا، عشان كده ماما لما بتيجي تطبخ خاصة الرز بتهدي عليه النار، تحط عليه حاجة كده عازل بحيث ان درجة الحرارة ما تعلاش قوي. يبقى المواد دي اسمها البولي سايكليك اروماتيك هيدروكربون. مين اللي بتطلع منين؟ مين اللي يا شباب بتطلع لما بنيجي نحرق الكربوهيدرات؟ خلاص كاتب لك دي مين اللي بتطلع نتيجة الفيجيتابل اويل، او بتطلع كمان نتيجة التشاركول بويلينج، وميلي زي ما اتفقنا مع بعض من الكربوهيدرات وهي بتتحرق. طيب يبقى دي اول حاجه. في حاجه تانية بيسموها يا شباب الميلارد رياكشن، تاني حاجه مكتوبه عندنا اللي هي الميلارد رياكشن. خلاص الميلارد رياكشن، وفي بعض الكتب برضو بيسموها الاكريلامايد. مواد بتتكون اسمها الاكريلامايد، خلاص دي اللي هي بيسموها ميلارد رياكشن، ودي بتطلع نتيجه تفاعل الجلوكوز مع الاسبرجين، مع الاسبرجين. وعلى فكره هذا التفاعل مين اللي بيحصل في البوتيتو؟ بيحصل في البطاطس. وكنا زمان يقولوا لنا خد بالك البطاطس مليانه كوارث، لا هي المشكله مش في البطاطس، المشكله في درجه الحراره بتاعت الزيت اللي حضرتك بتقلي فيه البطاطس. يعني هذا الميلارد رياكشن بيحصل نتيجه تفاعل الجلوكوز مع الاسبرجين في درجه حراره فوق ال 170 يا جماعه، الزيت لو درجه حرارته فوق ال 170 بتتكون مواد بنسميها الاكريلامايد، ودي مواد برضو عايزك تعرف ان هي ليها بعض الميوتاجينيستي والكارسينوجينيستي. خلاص، والمواد دي يا شباب بيقولوا عليها ان هي لونها براون. خد بالك البطاطس يفضل دايما لما تيجي تقليها في الزيت درجه حراره الزيت ما تبقاش عاليه، خوفا من تكون الميلارد او تكون المواد اللي سميناها الاكريلامايد اللي هي الجلوكوز والاسبرجين، بيتفاعلوا مع بعض جوه البطاطس فوق درجه حراره 170. عشان كده ماما دايما لما تيجي تعمل لنا البطاطس بتاعتنا الجميله بتعمل لنا البطاطس ازاي؟ تيجي تقطع البطاطس وتحطها في شويه ميه، الميه دي يا جماعه بتقلل الستارش اللي موجود جوه البطاطس، بتقلل الجلوكوز اللي موجود جوه البطاطس وهكذا. يبقى دي تاني حاجه بتتكون في الاكل. يبقى بولي اروماتيك هيدروكربون، تاني حاجه يا جماعه الميلارد رياكشن او الاكريلامايد. ثالث حاجه مشهوره جدا جدا برضو يا جماعه بتتكون في الاكل بشكل كبير جدا اثناء عمليه الطبخ، مواد اسمها نيتروزامين، ودي برضو مواد كارسينوجينيك نيتروزامين، ودي بتحصل نتيجه تفاعل النيترايت مع الامين، النيترايت مع الامين. ماشي، دول اشهر ثلاث مواد بيتكونوا اثناء الفود كوكينج. عشان وانا بذاكر اخد بالي يا شباب الفود كوكينج عمليه الطبخ بتاعت الاكل، وزي ما اتفقنا مين زائد مين؟ النيترايت زائد الامين.
اولا هتيجي تقول لي النيترايت، النيترايت ده ليه حطيناه على الاكل؟ النيترايت ده بتلاقيه بشكل كبير جدا في اللانشون، تلاقيه بشكل كبير جدا في الباسترما. الحاجات دي بنحطها على بعض منتجات اللحوم عشان اللون بتاعها يفضل احمر. النيترايت ده بريزرفاتيف، ده انتي اوكسيدنت، ده ممكن نقول ان هو بيعمل فيكسيشن للروزيكال. النيترايت موجود بجرعات عاليه جدا 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 في اللانشون والباسترما. لما انت تيجي تعرضهم بقى للنار، ممكن مع الامين اللي موجود في بعض اللحوم، الامين اللي موجوده، يعملوا مع بعض النيتروزامين. والنيتروزامين دي مواد يا شباب والعياذ بالله كارسينوجينيك، كارسينوجينيك خلاص. خد بالك النيترايت ده ممكن يتكون من النيتروجين اللي موجود في الجو، يعني لو في نيتروجين موجود في الجو باي اوكسيديشن، النيتروجين ده يتحول الى نيترايت. عشان كده ماما دايما وهي بتطبخ تلاقيها دايما بتغطي الحله. انا بخاف ان النيترايت يتفاعل مع الامين اللي موجود جوه اللحمه ويدينا النيتروزامين. النيتروزامين دي يا جماعه مواد كارسينوجينيك، ودايما بننصح اولادنا واطفالنا بلاش الاكثار من اللانشون والبسطرمة والحاجات دي كلها، لان بيبقى محطوط عليها كميات كبيره جدا من النيترايت، زي ما قلت لك ان هم بيحطوها كانتي اوكسيدنت عشان تعمل فيكسيشن للروزي كلر وهكذا. خلاص دي كلها مواد بتتكون اثناء الفود كوكينج او اثناء الفود ايه يا جماعه بروسيسنج. طيب تاني حاجه هنتكلم عليها ايه النهارده؟ هنتكلم على حاجه اسمها الفود هايبر سنسيتيفيتي. الفود هايبر سنسيتيفيتي او الالرجيك رياكشن. يبقى هنتكلم كمان على في حاجه عندنا اسمها ايه يا شباب؟ اسمها الفود هايبر سنسيتيفيتي. برضو احنا بنذاكر نبقى يعني فهمنا وسمعنا هذا الكلام وحبينا هذا الكلام. فود هايبر سنسيتيفيتي، الفود هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الفود الرجي، حساسيه بتاعه الاكل. كاتب لك الالرجي دايما هي اميون رياكشن، نتيجه انتيجين انتي بودي رياكشن، ويحصل ريليز للهيستامين. كاتب لك ممكن يبقى فيري سمول اماونت ويحصل فيه السكند اكسبوجر. واشهر انتي بودي انفولفد في الريليز اوف هيستامين هو الاميونوجلوبولين اي. خلاص الاميونوجلوبولين اي ده اشهر واحد. في نوع تاني من الهايبر سنسيتيفيتي مش ايميديت، يقولوا عليه ديليد. ديليد يعني ياخد وقت، وده يعتمد على حاجه اسمها سيل ميديتد اميونيتي، يعتمد على حاجه اسمها تي ليمفوسايتس. وفي حاجه اسمها اكسرسايز انديوسد فود الرجي، يعني انت تاكل حاجه باي اكسرسايز، الاكسرسايز ده هو اللي يعمل ريليز للهيستامين او ريليز للهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. Exercise induced food allergy by ingestion of certain food including the shellfish. ممكن الشيلفيش يا جماعه، الحاجات زي ما اتفقنا مع بعض اللي هي ليها الغطا، اللي هي زي ما اتفقنا مع بعض الجندوفلي والخلول والحاجات دي كلها، زي الويد، زي الحبوب، كل الكلام ده ممكن يعمل لنا exercise induced allergy. خلاص يبقى خد بالك الشيلفيش تم ذكرها ممكن انها تعمل لنا هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. خلاص وممكن كمان الشيلفيش قلناها الحصه اللي فاتت، قلنا الشيل فيش، اتكلمنا على الباراليتيك شيل فيش بويزنينج. كان اسم البويزن ايه يا اولاد؟ الباراليتيك شيل فيش بويزنينج كان اسمه ساكسي توكس. واتكلمنا على النيورو توكسيك شيل فيش، وقلنا النيورو توكسيك شيل فيش بويزنينج البويزن اللي موجود اللي هو البريفي توكس، اللي هو البريفي توكس. ما تنساش الفود هايبر سنسيتيفيتي، احفظ لي الايميديت واحفظ لي الديليد. الايميديت الانتي بودي اللي انفولفد اللي هو الاميونوجلوبولين اي، والديليد يا جماعه اللي انفولفد فيه اللي هو السيل ميديتد اميونيتي. في عندك بقى حاجه ثانيه برضو مشهوره جدا، حاجه اسمها الانافلاكتويد. الفود هايبر سنسيتيفيتي ممكن نقول ان هو بيعمل انافيلاكسز. انافيلاكسز، ويمكن احنا دايما في الكتب بنقول علاج الانافيلاكسز هيستامين زياده، ندي انتي هيستامينك، ندي ادرينالين، ندي كورتيزون، دول الثلاثه المشهورين جدا يعني. لكن في حاجه بقى اسمها الانافلاكتويد. ايه بقى الانافلاكتويد؟ الانافلاكتويد هي شبيهه بالانافيلاكس. الانافلاكتويد اكتب جنبيها هيستامين ميديتد، دي مش مناعه. انت اكلت سمكه بالهيستامين بتاعها، اكلت سمكه بالهيستامين بتاعها، ده هو الانافلاكتويد يا جماعه. واشهر حاجه في القصه دي سمكه زي التونه والماكريل، بيسموها سمكه الاسكرومبويد. وسمكة الاسكرومبويد دي زي التونة والمكرل، وقلنا هذه السمكة ممكن تكون لا قدر الله التونة او المكرل. السمكة دي تكون انفكتد. انفكتد بايه يا اولاد؟ السمكة دي تكون انفكتد والعياذ بالله بالايكولاي او بالسالمونيلا تايفل. هذه السمكة تعفنت،
السمكة تعفنت نتيجة انها انفكتد. فلما انفكتد بالإيكولاي او سلمونيلا طيفي بتطلع هيستامين، فتيجي حضرتك تاكل السمكة بالهيستامين بتاعها. دي مش هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، دي مش انافيلاكسيس، دي انافلاكتويد. يبقى اللي فوق حضرتك اللي هو الفود هايبر سنسيتيفيتي اللي هو الانافيلاكسيس، دي ممكن نسميها اميون ميديتد، فيها انتيجين انتي بادي، فيها سيل ميديتد وهكذا. لكن الانافلاكتويد نكتب في دماغنا ونبقى حاطين في دماغنا ان دي هيستامين ميديتد. دي يا جماعه هيستامين ميديتد نتيجه السمكه اللي اسمها سكوبويد زي التونه والماكريل لما انفكتد بالايكولاي والسالمونيلا طايفي طلعت الهيستامين، فجيت حضرتك اكلت ايه كمان السمكه بالهيستامين بتاعها. على فكره السمكه دي لما بتطلع الهيستامين مش بتطلع الهيستامين وبس، ده بتطلع حاجه كمان تخلي الهيستامين ده مور بوتنت، بتطلع حاجه اسمها هيستامينيز انهيبيتور، حاجه تمنع تكسير الهيستامين. يبقى السمكه دي لما تبقى انفكتد بتطلع هيستامين، ويكتب كمان بتطلع معاه ايه يا اولاد، سمعوني ها، هيستامينيز انهيبيتور. هيستامينيز انهيبيتور يا اولاد زي ايه الهيستامينيز انهيبيتور اللي بيطلع؟ اكتب كده حاجه زي الكادافيرين والبيوتريسين. كادافيرين والبيوتريسين. يبقى خد بالك السمكه مش طلعت هيستامين وبس، طلعت ايه يا شباب؟ طلعت هيستامينيز انهيبيتور، هيستامين بوتنشيتور، زي مواد سميناها ايه مع بعض، الكادافيرين والبيوتريسين، ما ننساهمش دول يا اولاد. طيب في عندك حاجه تانية اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها فارماكولوجيكال فود رياكشن، برضو وانت بتذاكر تاخد بالك منه. يبقى في حاجه اسمها فارماكولوجيكال فود رياكشن، ماشي. في حاجه اسمها ايه يا اولاد، سمعوني، هات فارماكولوجيكال فود رياكشن. دي برضو مهمه جدا. يعني ايه فارماكولوجيكال فود رياكشن يا جماعه؟ بيقول لك في بعض الناس لما تيجي تتناول فيري سمول اماونت من اكله معينه يحصل لها اكسجريتد ريسبونس. يحصل لها ايه؟ اكسجريتد ريسبونس. ده اسمه فارماكولوجيكال فود رياكشن، ان فيري سمول اماونت من اكله معينه، من حاجه معينه يا اولاد، اكله معينه بسيطه خلاص، فيري سمول اماونت، يحصل ايه؟ يحصل اكسجريتد ريسبونس. كلنا بنشرب شاي وقهوه الحمد لله، في بعض الناس يجي ياخد شفطة قهوة، شفطة شاي، يحصل زيادة في الضغط بشكل كبير جدا نتيجة الزنسينز اللي موجود. خلاص؟ وبالتالي حط في دماغك مهمة جدا 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 إن ده اسمه فارماكولوجيكال فود رياكشن. يعني إيه فارماكولوجيكال فود رياكشن؟ فيري سمول أماونت يعمل اكسجريتد ريسبونس. ماشي يا جماعة؟ يعني إيه اكسجريتد ريسبونس؟ حاجة عالية جدا غير متوقعة. هتيجي كاتب لك زي التشيز والريد واين نتيجة التيرامين اللي جواهم ممكن ضغط يعلى جدا 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 ويحصل صداع. زي الكوفي والتي برضو ممكن الضغط يعلى جدا نتيجة فيري سمول اماونت نتيجة الزنسينز اللي موجود. يبقى الفارماكولوجيكال فود رياكشن نكتبها كده يا جماعة، نكتب ايه؟ ايه الفارماكولوجيكال فود رياكشن؟ برافو، فيري سمول اماونت، فيري سمول اماونت يا جماعة. ها ايه اللي حصل؟ حصل اكسجريتد ريسبونس. حد يقول يعني ايه اكسجريتد ريسبونس يا جماعه؟ اكسجريتد ريسبونس يعني ريسبونس عالي جدا جدا، حاجه رهيبه بشكل لا تتخيل. طيب في عندك حاجه كمان مشهوره جدا اسمها ايه يا اولاد؟ برضو وانت بتذاكر تاخد بالك منها، اسمها ميتابوليك فود رياكشن، حاجة اسمها ميتابوليك فود رياكشن. إيه بقى الميتابوليك فود رياكشن؟ برضه دايما وأنت بتذاكر تاخد بالك. يبقى إحنا فرقنا بين كلمتين، كلمة أنافيلاكسيز وكلمة أنافلاكتويد. الأنافيلاكسيز كانت نتيجة إميونو ميديتد، الأنافلاكتويد هيستامين ميديتد. الفارماكولوجيكال فيري سمول أماونت عمل إكسجريتد ريسبونس. الميتابوليك واحد بياكل بشراهه، بياكل كميات كبيره جدا جدا من الاكل فحصلت له مشاكل كتيره جدا جدا، وده منطقي. لكن الغير منطقي ان هو اكل بشراهه، اكل بشراهه رهيبه يعني. طيب الميتابوليك فود رياكشن زي مين مثلا؟ قال لك زي الليكروش. زي الليكروش في يعني يحكى ان في واحده ست جت في مره من المرات اكلت كميه كبيره جدا من الليكروش، من العرقسوس، او شربت كميه كبيره جدا من العرقسوس حوالي 2 كيلو. الست دي ماتت.
لان الليكورش يحتوي على ماده اسمها ايه؟ يحتوي على ماده اسمها جليسريزين. وجليسريزين خد بالك يعمل حاجه اسمها جليسريزم. وجليسريزين ده شبه الالدوستيرون. وما دام هو شبه الالدوستيرون يبقى هيعمل ايه في كميه الصوديوم في الدم؟ يعلي الصوديوم دايما في الدم ويقلل البوتاسيوم. الست دي ماتت نتيجه ان الضغط عالى جدا وحصل كمان كاردياك ارست. خلاص ده الليكوريش. الليكوريش يا جماعه نتيجه ان هو بيحتوي على حاجه اسمها جليسريزين او جليسريزم، وزي ما اتفقنا ان هو شبه الالدوستيرون. في بعض كمان الناس لما بتيجي تاكل الابريكوت والبيتشز اللي هي الخوخ والمشمش، قلناها دي قلنا البيتد فروتس، بيبقى جواها البذره. البذره دي يا شباب نكتب مثلا هنا الابريكوت. خلاص البذره دي قلنا جواها مواد سميناها سيانوجينيك جلايكوسايدز. انا لو جيت اكلت الخوخ والمشمش بالبذره وقعدت امضغ البذره، قلنا البذره جواها مواد اسمها ايه؟ سيانوجينيك جلايكوسايدز. سيانوجينيك جلايكوسايدز تحتوي على حاجه زي السيانايد، قلنا السيانايد ده ليثل. ويا رب يا رب يا رب يكون في حد فاكر كويس جدا السيانايد ده عمل ايه. سيانايد قلنا بينهبت السيتوكروم اوكسيديز، بيعمل تيشو هايبوكسيا، بيعمل بيتر الموند اودر. ويا رب نبقى فاكرين ايه الانتيدوت بتاع السيانايد. قلنا الانتيدوت بتاع السيانايد لو السيانايد كيت كان كام حاجه مع بعض؟ كان ثلاث حاجات، اللي هو الصوديوم نايترايت والامين نايترايت والصوديوم سايبوسلفيت. خلاص دول ما ننساهمش يا جماعه باي شكل من الاشكال عشان نبقى فاهمين هذا الكلام كويس جدا. ده اسمه ايه؟ ميتابوليك فود رياكشن. يعني ايه ميتابوليك فود رياكشن؟ ان انا اكلت اكل كميات كبيره بشراهه فحصل لي توكسيستي وحصل لي مشاكل كتيره جدا جدا يا جماعه. طيب في ايه تاني برضو عايزين نتكلم عليه تحت موضوع الفود توكسيستي؟ يبقى احنا اتكلمنا على الفود بشكل كبير، وقلنا في فارماكولوجيكال فود رياكشن، وقلنا في حاجه اسمها ميتابوليك فود رياكشن. حبينا الكلام ده وفهمناه. في عندك بقى حاجه ثانيه مهمه جدا اسمها ايه يا شباب؟ اسمها فود دراج انتر اكشن. ان يحصل انتر اكشن بين الفود والدراج. ويمكن من اشهر الامثله في الفود دراج انتر اكشن مشهوره جدا جدا، ودي ياما اتكلمنا عليها في الفارما قبل كده، الناس اللي بتاخد الماو انهبيتور. يا رب نبقى فاكرين مين الماو انهبيتور. دي من الادويه المشهوره في علاج الاكتئاب. خلاص زي حاجه اسمها الفينيليزين، الماو انهبيتور بيعالج الاكتئاب. الماو انهبيتور لو اتاخد مع التشيز مع الجبنه، وقلنا ان الجبنه كانت تحتوي على تيرامين، وقلنا التيرامين دي من المواد اللي بتعلي الضغط وبتتكسر بالماو. تيرامين بيتكسر بالماو. انا خدت ماو انهبيتور فالتيرامين ما يتكسرش. التيرامين يعلى جدا 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 في الجسم، فيعمل ايه التيرامين ده؟ يعمل حاجه اسمها هايبرتنشن كرايسيس. دي كانت مشهوره جدا يا جماعه، مشهوره جدا جدا، وكان اسمها التشيز افكت. طبعا الجبنه، الصدوق، الاكل المدخن بوجه عام بيحتوي على كميه من التيرامين. التيرامين ان دايركت سيمباسو مايميتك. التيرامين بيتكسر بالماو. المشكله ان انا اخدت التيرامين واخدت معاه ماو انهبيتور، حاجه بتوقف الماو. فحصل ايه للتيرامين؟ زاد جدا جدا في الجسم. والتيرامين لما زاد جدا في الجسم عمل ايه زي ما اتفقنا؟ هايبر تنشن كرايسيس. ما ننساش يا جماعه القصه دي بالله عليكم عشان وانت بتذاكر تبقى فاهم كويس قوي انا بقول ايه. طيب برضو على فكره في حاجه تانية لينا، الجريب فروت. الجريب فروت عشان دي لو قريتوها في الكتب كتير، الجريب فروت بيحتوي على بعض المواد اللي بتوقف المايكروزومال انزيمز. يعني في الاغلب الجريب فروت في مواد اسمها نارنجينين، دي مواد مايكروزومال انزيم انهبيتور. الجريب فروت بينهبت الميتابوليزم بتاع معظم الادويه. في كمان حاجه اسمها فود ايديوسينكريزي، برضو دي من الحاجات المهمه. الايديوسينكريزي دي يا شباب دايما كنا بندرسها مع بعض. حد يقول لي يعني ايه الايديوسينكريزي دي يا شباب؟ فكروني كده. الايديوسينكريزي معناها abnormal response بيحصل في الجسم لما تاكل اكله معينه نتيجه ان انت عندك ديفكتيف جين معين او ديفكتيف انزايم معين. خلاص زي ايه مثلا؟ يبقى الايديوسينكريزي ده abnormal response، حاجه abnormal بتحصل نتيجه ان انت عندك ايه يا اولاد؟ ديفكتيف جين او ديفكت في انزيم معين، وحاجات يمكن درسناها كتير في مواد تانية. الايديوسينكريزي مثلا زي الفافيزم،
حد شاطر كده يقول لي ايه الفافيزم ده. الفافيزم ده يا اولاد اللي هو انيميا الفول، ناس تيجي تاكل الفول او العدس او البصاره يعمل لها سيفير هيموليسيس، يعمل لها هيموليتك انيميا، ودول ناس عندهم خلل في سيرتن انزايم، الانزايم اللي هو بيبقى بيشيل الفري راديكال او بيحميه كانتي اوكسيدنت، انزايم جميل بيبقى عندهم ديفكت فيه. اسمه ايه الانزايم اللي ما عندهمش؟ انزايم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزايم، انزايم اسمه جلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيز انزايم. دول ناس ولا ياكلوا فول ولا عدس ولا بصاره ولا بقوليات ولا ياخدوا ادويه بتطلع فري راديكال او اوكسيداتيف فري راديكال يا جماعه. طيب في عندك كمان حاجه من الايديوسينكريزي، حاجه اسمها لاكتوز انتولرنس. لاكتوز انتولرنس يا جماعه يعني ايه لاكتوز انتولرنس؟ اللاكتوز ده اللي هو سكر اللبن. في بعض الناس تيجي تشرب اللبن يعمل لها جي اي تي ديستربنس ويعمل لها انتفاخ بشكل لا تتخيله، لانه مش قادر يهضم اللاكتوز. اللاكتوز بيتهضم نتيجه حاجه اسمها اللاكتيز. فالناس اللي عندهم لاكتوز انتولرانس كلنا نكتب مع بعض ان الناس دي عندها ديفكت في ايه او ديفيشنسي في ايه يا جماعه؟ ديفيشنسي في انزيم اسمه اللاكتيز. خلاص؟ والناس دي طبعا لما يجي ياخدوا البان لازم يتاكدوا ان اللبن ده لاكتوز فري. في كمان حاجه ثانيه مشهوره جدا اللي هو الفينايل كيتونيوريا. الفينايل كيتونيوريا وانا واثق ان انتوا درستوها في البايوكيمستري، حاجه اسمها الفينايل كيتونيوريا. خلاص؟ ايه الفينايل كيتونيوريا؟ دي ناس ما بتقدرش انها تتعامل او تعمل ميتابوليزم للفينايل الانين. الفينايل الانين بيحصل له ميتابوليزم جوه جسم الانسان بحاجه اسمها الفينايل الانين هيدروكسيليز او الفينايل الانين اوكسجينيز. الفينايل الانين ده انا مش قادر اعمل له ميتابوليزم، فيعمل ايه الفينايل الانين ما دام انا مش قادر اعمل له ميتابوليزم؟ يتحول لمواد تانية تعمل منتال ريتارديشن وتعمل ريحه سيئه. الفينايل كيتونيوريا يا جماعه نكتب جنبيها ان ده ديفيشنسي في انزيم اسمه ايه عشان برضو ما ننساش. الفينايل كيتونيوريا ديفيشنسي في انزيم اسمه، نكتب مع بعض، فينايل الانين هيا يا اولاد هيدروكسيليز، فينايل الانين هيدروكسيليز. دي مهمه جدا وانت بتذاكر تاخد بالك منها، فينايل الانين هيدروكسيليز او اوكسجينيز. خلاص؟ طبعا الفينايل الانين لما كان بيحصل له ميتابوليزم بالهيدروكسيليز كان بيتحول الى تيروزين، فالناس دي هتلاقي التيروزين عندها قليل، الناس دي تلاقي الميلانين عندها قليل. انا بكلم ناس فاهمه ان التيروزين هو اللي بيصنع الميلانين يا جماعه. خلاص؟ وبالتالي الفينايل كيتونيوريا الناس دي عندها ديفيشنسي في التيروزين وديفيشنسي في الميلانين وزياده في الفينايل الانين ما يحصلوش ميتابوليزم. الفينايل الانين هنا ممكن يعمل منتال ريتارديشن ويعمل لنا مشاكل كتيره جدا جدا. خلاص؟ ويخلي الريحه وحشه قوي. طيب ايه اخر حاجه بقى هنتكلم عليها عشان نبقى خلصنا هذه المحاضره الجميله، المحاضره الشيقه؟ ما تنسوش يا جماعه الايديوسينكريزي دي مهمه جدا وانت بتذاكرها. خلاص؟ وما تنساش حكايه الفود دراج انتر اكشن دي بالله عليك. في عندك بقى حاجه تانية بعد كده يا اولاد، حاجه اسمها ايه؟ الفود اديتيفز. الفود اديتيفز يا شباب، الفود اديتيفز اللي هي الاضافات اللي انا بحطها على الاكل بتاعي. طبعا في الكثير من الفود اديتيفز اللي دايما بنسميها ايه يا جماعه؟ الكثير من الفود اديتيفز اللي احنا بنسميها انتشنال فود اديتيفز. يعني ايه انتشنال؟ انتشنال يعني انا حاططها بمزاجي، حاططها بنيتي. خلاص؟ وامتى يقولوا على ان الفود اديتيف ده سيف؟ لابد ان هو ياخد مصطلح كده بيسموه جي ار اي اس، مصطلح اسمه جنرالي ريكوجنايزد از سيف. جنرالي ريكوجنايزد از سيف. خد بالك يا جيمي، خد بالك يا اكرم، خد بالك يا رواق، كل الناس تاخد بالها يا جماعه ان مين اللي الفود اديتيف ده يا شباب امتى يبقى سيف؟ لما ياخد هذا المصطلح جنرالي ريكوجنايزد از سيف. وده امتى ناخده؟ لازم يكون الاكسبتابل ديلي انتيك الاكسبتابل اعلى من الاستيميت الديلي انتيك. يعني الشيء المسموح بيه هو اعلى من اللي اوريدي احنا بناخده. خلاص؟ يبقى الاكسبتابل ديلي انتيك يكون اعلى منين يا شباب؟ من الاستيميت الديلي انتيك. الاكسبتابل ديلي انتيك بيحسبوها ازاي؟ بيعملوا تجارب ويحسبوا حاجه اسمها النويل
النويل دي يا جماعه حاجه اسمها نون اوبزرفد ادفيرس افكت ليفل، اعلى دوز ما بتعملش ادفيرس افكت في الحيوان، ويجيبوا النويل دي ويقسموها على 100 دي الاكسبتابل ديلي انتيك. الاستيميتد ديلي انتيك بقى ده اللي انت فعلا حضرتك بتاخده في اليوم. خلاص الاستيميتد ديلي انتيك مثلا لو انت عايز تعرف انت بتاخد قد ايه كاتشب، فتشوف الله هو الكاتشب بيتحط على ايه اكلات، حط على البطاطس. طب انت بتاكل بطاطس قد ايه في اليوم؟ من هنا يحسبوا الاستيميتد ديلي انتيك، ليها قانون برضه. الاستيميتد ديلي انتيك ليها قانون، القانون بتاعها اللي هو الديلي انتيك من الاكله في السي اللي هو الكونسنتريشن بتاع الاديتيف جوه الاكله دي. يعني الاي هي الديلي انتيك من الاكله، الديلي انتيك من البطاطس. السي هي الكونسنتريشن بتاعه الكاتشب في البطاطس. ده الاستيميتد ديلي انتيك. انا دايما ببقى عايز ايه يا اولاد؟ عايز الاكسبتابل ديلي انتيك يا جماعه يبقى اعلى منين؟ من الاستيميتد، عشان اقول ان انت فعلا ماده سيف كفود اديتيف. خلاص الفود اديتيفز يا جماعه تبقى سيف امتى؟ تاخد مصطلح اسمه ايه؟ جنرالي ريكوجنايز از سيف. امتى ياخد هذا المصطلح؟ لما الاكسبتابل ديلي انتيك يبقى اعلى من ايه يا شباب؟ سمعوني ها، من الاستيميتد ديلي انتيك. طيب مين هم اشهر الفود اديتيفز اللي انا عايزك تعرفهم؟ هتلاقي عندك في الجدول بتاعك في بعض الفود اديتيفز اللي احنا بنسميها بريزرفاتيف. عندك اول حاجه اللي هو البنزويك اسيد والصوديوم بنزويت، دول الجرعات الكثيره منهم. يبقى اول فود اديتيفز عايزك تعرفه اللي هو البنزويك اسيد. والبنزويك اسيد ده يا جماعه او الصوديوم بنزويت ده من الحاجات اللي بتتحط از بريزرفاتيف. البنزويك اسيد خد بالك انه ممكن يعمل مشاكل على الليفر والكيدني. اكتب كده انلارجمنت على الليفر وانلارجمنت على الكيدني. طيب في بعد كده عندك حاجه اسمها الفورمالين. الفورمالين ايه مشكلته؟ انه ممكن يعمل عمى. الفورمالين اكتب كده مشكلته ان هو ممكن يعمل نيوروتوكسيسيتي، بيعمل ديجنريشن في الاوكلر نيرف في العصب البصري. النيترايت، النيترايت واحنا شغالين قلناها، قلنا النيترايت بتتحط على الاكل عشان تعمل فيكسيشن للروزي كلر، وقلنا ان النيترايت يا شباب خد بالك انها ممكن تتفاعل مع الاميز وتعمل نيتروزامين، والنيتروزامين ده كارسينوجين. في كمان عندك حاجات تانية مكتوب عندك حاجات ممكن تتحط على الاكل كانتي اوكسيدنت مضاده للاكسده. في حاجه اسمها بيوتايليتد هيدروكسي تولوين، بيوتايليتد هيدروكسي انيسول، دي مواد برضو لقوا انها بتاثر بشكل كبير جدا على الليفر والكيدني. في كمان فيتامين اي، ممكن لقوا ان فيتامين اي ممكن ياثر بشكل كبير جدا على كرات الدم البيض. فيتامين اي ممكن يعمل بعض المشاكل في الوايت سيلز. تعالى ناخد السويتنر يعني البيوتايليت الهيدروكسي تولوين والانيسول، اعرف بس ان هم ممكن يعملوا مشاكل على الليفر والكيدني. الفيتامين اي يعمل مشاكل على كرات الدم البيضاء. في عندك كمان السويتنر عندك حاجه زي السكرين. عندك حاجه زي السكرين، السكرين برضو هتلاقي مكتوب جنبه انه ممكن يكون بيعمل بعض الكارسينوجينستي، ده لقوها في الانيمال صراحه. يبقى السكرين خد بالك ممكن نقول ان هو كارسينوجينيك الى حد ما، بس لقوا الكلام ده في الانيمال على فكره. يعني حتى كمان في البشر ما شفناهوش قد كده. الاسبرتام خد بالك الاسبرتام مشكلته ان هو جواه فينايل الانين. يعني هذا الاسبرتام في الناس اللي عندها فينايل كيتونيوريا يعمل منتال ريتارديشن. الاسبرتام هو عباره عن اسبارتيك وفينايل الانين. مشكله الفينايل الانين مش في كل الناس، في الناس اللي عندهم فينايل كيتونيوريا ما ننساش بقى يا جماعه. يعني هذا الاسبرتام ممكن يعمل منتال ريتارديشن في الفينايل كيتونيوريا، في الفينايل اللي هم عندهم ديفيشنسي في الفينايل الانين هيدروكسيليز. يمكن اشهر سويتنر النهارده الناس بتستخدمه وما بيعملش مشاكل كتير حاجه اسمها سكرالوز. سكرالوز ده السيفتي بروفايل بتاعته عاليه والكلام عليه الى حد كبير كلام كويس ما فيش منه مشاكل. طيب في كمان الكالرنج ايجنت اللي هي المواد الالوان الصناعيه. اشهر حاجه هتلاقي دايما في الكتب بيتكلموا عليها حاجه اسمها الامرنث، ودي يقولوا عليها ريد داي، وفي اليلو داي حاجه اسمها الترترازين. ترترازين يا جماعه يبقى دي نكتب جنبيها اللي هي الريد داي ودي اليلو داي. الامرنث يقولوا عليها ريد داي 2،
دي يا شباب مشكلتها انها ممكن برضو تعمل بعض الكارسينوجينيسيتي وممكن تعمل مشاكل على الريبرودكشن. خلاص اسمها ريد داي 2، اسمها ريد داي 2، وفي حاجه اسمها ريد داي 3 ممكن تعمل مشاكل على الثايرويد. خلينا في اليلو داي، يعني الريد داي دي انا قريت كتير جدا ان هي بوتنشال انها تعمل كارسينوجينيسيتي صراحه، تاثر على الريبرودكشن. التترازين اللي هي الصف اللون الاصفر دي انا بحب اتكلم عليها قوي لان دي موجوده برضو في الشيبسي والكاراتيه، بيحطوا اليلو داي اللي هي الترترازين. الترترازين ده ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشن في بعض الناس الادلت، وممكن كمان ياثر على الدماغ والليرنينج بيهيفير بتاع الاطفال. بزعل الطفل لما ياكل شيبسي وكاراتيه كتير تلاقي بقى امراض كتيره ممكن تظهر النهارده، نسب الناس الهايبر كاينيتك سيندروم ونسب الناس اللي بيجي لها اوتيزم اعلى بكتير جدا من قبل كده. ده برضو يخلينا ندور ونفكر ما ممكن تكون الحاجات دي ليها دور كبير جدا، اللي هي مواد زي الترترازين اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي اليلو ايه اليلو داي. فلازم انا وانا بودي ابني الصبح وانا بوديه النادي بوديه المدرسه بتاعته مفيش احسن من الاكل الطبيعي، مفيش احسن من الاكل اللي بيتعمل في البيت. كل الحاجات البروسيسنج ممكن يكون فيها مشاكل كتيره جدا. في بعد كده عندك برضو من المواد اللي انا عايزك تعرفها، يبقى الامرنس ريد داي 2 ما تنساهاش، الترترازين زي ما اتفقنا مع بعض، اليلو داي. في عندك كمان حاجه تانية مشهوره جدا، خلاص، حاجه اسمها المونو، لان دي تبقى مهمه جدا، دي اللي هي الموجوده في الاندومي، المونو صوديوم جلوتاميت. المونو صوديوم جلوتاميت، المونو صوديوم جلوتاميت ده مونو صوديوم جلوتاميت بيسموه فليفرنج انهانسر، ده بيتحط على الاكل بيدي طعم زياده، تلاقيه في المطاعم الصينيه بيعمل اعراض بيسموها تشاينيز ريستورانت سيندروم، مش في كل الناس، هي برضو عباره عن يمكن هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، يحصل تنجلينج، يحصل باراستيزيا، تنميل او تخديل، وات ايفر. المونوسوديوم جلوتاميت مشكلته اكتر في الاطفال، انه برضو ممكن ياثر على البرين ديفلوبمنت. يا جماعه المونوسوديوم جلوتاميت سمعنا كتير على الاندومي، الاندومي حقيقه ليس هناك دليل قاطع ان هي بتعمل كارسينوجينيسيتي خالص، هي فيها طبعا كالوريز كتير وممكن ان هي تخلي الواحد فات اوبيز، ولكن المشكله الحقيقيه فيها هي المونوسوديوم جلوتاميت اللي احنا بنحطه الفليفرنج انهانس. والمشكله الاكثر في الاطفال الصغيرين، ازعل جدا واكاد ان انا ابكي ان انا الاقي طفل صغير يا جماعه بياخد المونوسوديوم جلوتاميت ده. خلاص مونوسوديوم جلوتاميت ده بيأثر بشكل كبير جدا يا اولاد على تكوين الدماغ، وما تنسوش ان هو بيعمل تشاينيز ريستورانت سيندروم. واشوفكم دايما على خير، هو يمكن بس في بعد كده التوكسيستي بتاعه الفيتامينز، فيتامين اي وفيتامين دي، اعرف بس فيتامين دي بيعمل هايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا، وفيتامين دي ممكن يعمل رينال كالكيولاي، فيتامين اي ممكن ياثر على الليفر، ياثر على السبلين، ياثر على السكن، يعني مش عايزين اكتر من كده يا جماعه في الجزيئيه دي اللي هي التوكسيستي بتاعت الفيتامينز. واشوفكم